فارس إربد تعاني معاناة كبيرة في كل مرافقها. إضافة وأهم موضوع في الموضوع حتى الاستثمار في مدينة الحسن، حتى الاستثمار يعني بدك تقول يمكن في تراجع مخيف. كل زيارة أقولها هيك على الشاشة قدام الناس، زيارة الرئيس إجا حتى يفتتح مشروع الريادي تبع ضحى عبد الحق ومحمد صقر، وعشان هيك رافقوا مثنى غرايبه. هذا اللي بيعنيه من الموضوع، هدول الناس الإليت اللي ما إلها علاقة إربد ولا الكرك ولا الصلت فيهم، هدول الناس اللي بيهتموا فيهم، هدول الناس اللي بيرطلوا فيهم، هدول الناس اللي لازم يضلوا هن في برج عاجي وإحنا نتفرج عليهم. يعني 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 امر غريب، انت اجيت على اربد هيك بس على بلديه اربد رفع عتب انه والله اجيت وزرت، يعني يا ريته ما اجى لا تسبب لنا في هذا الالم النفسي اللي صح. اللي احنا يعني بجد نعاني منه. صدقني فارس انه مش احنا عم بنبالغ، يعني انت شفت التقرير نعم. مواطنين ناس عاديين نعم. كل الناس متالمه، يعني احنا الاردنيين الشيء الوحيد نعم. الشيء الوحيد اللي بنملكه كرامتنا صح. وانت دعست على كرامتنا، ما بزبط هذا الحكي، ما بزبط لا مع اهل اربد ولا بزبط مع اهل الكرك ولا مع السلط ولا مع معان ولا